هنا نار بطال، نارك فكيت، نارك عمل، بجيك ضربة تمشي الحبس ديريك. فنيش سليح وصلت غديك كان القرعة والشلبوخ، تدخل من الباب القرعة والشلبوخ وتمشي لبيتك ما تفهم حتى شيء. من بعد يعطوك طبلية مينيتير خضرة وبرا شد حساب وبرا شد بيتك وتوروت، هذايا تعمل موضوع في راسك تبقى ماشي جاي في اللوتوروت مش ما تقلقش، حتى في اللوتوروت يرقدوا زاد. يكرشوا في اللوتوروت ويرقدوا؟ اي 8:30 لازمك تبدا فيق، ما تفيقش بالمشتى بالماء. على الهجرة السرية، نحكيو على أصحابنا، على أولاد أحوامنا اللي مشاو للريس كرميو روحهم للبحر، هذا كل يقول لك نحب نولي لاباس عليه ونعمل فلوس عليه. إيه خاطر باش تقعد لهنا باش تعذب، ما عندك ما تعمل، ما تنجمش تخدم وما تصورش، مش كيما هنا مش كيما غادي، فهمت؟ كيفاه؟ ما تصور حتى شيء، لهنا نهار بطال، نهارك فكيت، نهارك عملت، معناها موضوع زايد هذا في تونس، يا باش تعب. باش تقعد رايض تقعد رايض، بجيك ضربه تمشي الحبس ديريكت. معدي حبس؟ معدي حبس. الحبس اسمه سجون واسلاح، فما اسلاح في السجون بتاعنا ولا؟ غاديك تزيد تعلم خنار اخر غكاك. فماش سلاح، وصلت غاديك كان القرعه والشلبوخ، ريت تدخل من الباب القرعه والشلبوخ وتمشي لبيتك ما تفهم حتى شيء. من بعد يعطوك طبليه مينيتير خضره وبرا شد حساب وبرا شد بيتك وتوروت، هذايا تعمل موضوع في راسك تبقى ماشي جاي في اللوتوروت مش ما تقلقش. انت في بيت معاك 150 مربوط، ما فهمتش كيما البيت هي قاش تهز نورمالمون؟ تهز ما نعرفش 120 معناها انت اربع جرير يرقدوا هكاك، اربع جرير يرقدوا فيها اربع عباد وساعات يزيدكم الخامس في الوسط. ما تلقى وين ترقد صاحبي، هذاك ما تلقاش بياس، ما تلقاش حتى واحد، تفرز الزاورة وتدخل ترقد عليها وحدك. فما عباد ترقد في الممشى في اللوتوروت؟ فما برشا، حتى في اللوتوروت يرقدوا زاد. يفرشوا في اللوتوروت ويرقدوا؟ اي 8:30 لازمك تبدا فيق، ما تفيقش بالمشتى بالماء، معناها لا حبوا ولا هنا يرقلونا، لا حبوا كل شيء، يخلونا نمشوا غادي على الاقل. وين غادي؟ سيبونا نمشوا حتى نحرقوا، ما تهزوناش انتم، سيبونا حتى نحرقوا وحدنا. عيشوا في بلادكم سيبونا. معناتها ما عطيتونيش حقي هوني، سيبوني خلينا نمشي نشوف حظي غادي هكا. هاني نعرف برشا عباد جاوهم بيه يعني. باش تمشي غادي تلقى خدمة تستنى فيك ودار تستنى فيك، باش تمشي غادي تتمرمد. اي بلي بلي معناها حتى في مخك النفسية نتاعك. في بالي نفس تمرميد، اما النفسية نتاعك. سمعتوا بجنبك اش قال لك؟ قال لك نفس تمرميد. تبدل غادي خاطر انا عايشين لهنا قد عمرنا 25 26 سنة، تشوف واحد كيفاش يا معلم. مازال ما عنده حتى شيء. انت تحب تحرق؟ نحب نحرق. اي حاولت؟ حاولت. حاولت تنقز منيح حلق الواد؟ مرت رادس مشيت لهم الكل. نتشد. ونتشد. وقاعد في تونس 20,000 ما تعمل لي حتى شيء، لا دخان لا كاسكروت لا قازوز. تصرف اكثر من 20,000 خاصة لهنا. فهمني ولا ايه؟ معناها تلز باش تهز هذيك وباش تهز هذيك، المرة الأولى هزيت هذيك، الثانية هذيك، المرة الثالثة تلقى روحك في بوشوشة معناها. علاش شبابنا محبط؟ علاش شبابنا مش متفائل؟ محبط من البطالة وما فماش فلوس، فهمتني؟ ما فماش فلوس، تحب تاخذ باكو دخان، نهار كامل صاحبي عند تسمع كان صاحبي عندك السيجارو. فما خدم أصلا، فما في البلاد هذي خدم، فما شيء. اللي يدخل يلا عبي ونحنا بوف. شباب مش حبوا يعمل بالله باش تمشي لبرا غاديك الغربه باش تلقاهم خدمه تستنى فيك وتلقى دار تستنى فيك. اي بس فما غادي فما غبره. هي غبره تمشي تهز ريسك. نهز الريسك مش قاعدين نعمل مادام هنا فما شيء، ايش حاب نعمل هنا في تونس؟ هنا فما كان السرقه صح. اللطف عليك غاديك تنجم ما توصلش من اصل، واذا وصلت باش تتمرمد وتبيت تحت القناطر ويصير فيك اللي عمره ما صار. لا عندي فامي غاديك يهزوني من الاول وبعد نتصرف واحد. حاجه الشباب التونسي اللي قاعد يحرق واللي سامحني في الكلمه يلوج على الهجره السريه، سواء يموت في البحر ولا يموت في الغربه بالبرد وفي اللي يعيش في عيشه المهانه وكذا. اول حاجه تحس الشباب كبر ما عندوش وطنيه،
ما عندوش حب لبلاده معناتها باش يخدم ويحب سامحني اللقمه البارده، يحب يبدا راقد امه وابوه يصرفوا عليه وماذا به الربح السريع وماذا به يعمل كرهبه ودار في صفيصه ويعيش عيشه مش نقولوا نحن مش العيشه نتاعو. احنا فما مشكل صار في تونس، هو احنا ما نجحناش لان فك الانتقال ما بين هو مثل في الانتقال ما بين دوده وفراشه، ذيك ما نجحناش باش نوليو احنا قعدنا اشتر دوده اشتر فراشه، لا نجمنا اضطرنا لا مشينا لا مشينا ضيعنا مشيتنا ولوجوا على الربح السريع. واللي يمشي لك لبرا شنو باش يمشي يعمل سامحني؟ لا عنده قرايه لا صنعه لا حتى شيء، شنو باش يمشي يعمل؟ باش يمشي يبيع دروغ يبيع سامحني في كلمه يبيع الزطله يبيع كذا، شنو باش يعمل؟ الدوله هي مسؤوله اللي تزرع توريه الامل، فهمتني؟ هي يعني السياسيين هم اللي يقودوا، هم الفقود الاولانية نتاع تران اللي تقود، هي ماهيش السياسيين ماهوش قاعدين والاعلاميين، لا السياسيين ولا الاعلاميين يوروا فيهم في الامل. يقول لك الشباب هو العماد المستقبل، الشباب عماد المستقبل، الشباب معناتها العرصه نتاع المستقبل، الشباب نحن توا عرصه نتاع المستقبل. شباب خايخ عرصه بلاش حديد، بلاش حديد، بلاش حديد، دار بلاش عرس، كيكا فهمت؟ مش في هبه تريح تطيح.